أنا كتير آسف بنتي، بس يا ريتني بقدر أشرح لك اللي عم يصير. كونال، خليها تنام شوي. أسوأ عيد ميلاد مرق. بسيطة، هالأمور بتصير كتير بالحياة. يلا بصحيت إنه بكرة أحلى. شو مشان إنه لسه ما حكيت لي الموضوع؟ ولا رح تعيط علي كمان؟ ليش باري بتضل دائماً تذكر اسم ميستي؟ ميهيك؟ ميستي كمان بنتي. شو قلت؟ ميستي بتكون بنتك؟ ايه، هي بنتي من مولي. واو، حكايتكم مثل الأفلام والمسلسلات. نانديني دائما كانت متأكدة إنه ما حدا حيهتم بباري من بعدها غير مولي، لهيك هي قبل ما تموت سجلت فيديو مشان مولي، ومشان تكمل باري شافت هالفيديو، وهلأ باري عم تحاول تحقق أمنية أمها. بس هذا الشيء مستحيل. وليش مستحيل؟ لحظة، استنى، خلينا نحكي بالموضوع. باري بتحب مولي لدرجة كبيرة، وانت خبرتني انه مولي بتحب باري كمان مثل بنتها، ومولي لساتها بتحبك كمان. معي حق ما؟ حتى لو بدك تزعل مني كونال، بس في شي واضح مثل الشمس إنه أنت كمان بتحبها. لا تفهمني غلط، بس ما عم بعرف وين المشكلة إذا أنت ومولي خلصتونا ورجعتوا لبعضكن. عن جد رح تكونوا كتير مبسوطين. المشكلة إنه ميستي بنتي كتير بتكرهني وما بتتمنى تشوفني أبداً. شو؟ ليش؟ معقول مولي تكون هي السبب؟ لا، لحظة شوي، لحظة. يا ترى أنت كنت بتعرف بحمل مولي؟ يا ربي دخيلك، أكيد ما كنت عرفان. أنت مالك زمان عرفان إنه ميستي بنتك؟ بس هذا الشي مانو صح. ليش مولي ما خبرتك بهالقصة؟ ما بصير تخبي عليك هيك موضوع حساس لهي الدرجة. طبعاً ميستي رح تكرهك. ميهيك اهدي، الموضوع مو بس هيك، أنا كمان في علي ذنب كبير. مولي ما خبت علي إنها حامل، بس وقتها أنا شكيت فيها وهي كتير انجرحت مني، وعلى قد ما تضايقت مني قررت أن تخبي عني موضوع حملها وتكذب علي. بعدين سافرت على لندن، ولما رجعت من السفر عرفت أنه ميستي بتكون بنتي، وميستي عرفت أني أبوها، ومن وقتها كل شي صار بشع كتير. فيك تفهميني هلأ كيف بدي أشرح لطفلة مثل باري كل هذا الحكي؟ وإذا بدك الصراحة، متأكد إنه مولي صاير معها شي مو منيح. صوتها لما كانت عم تحكي معي على الموبايل كان كتير تعبان، وكأنه صوت قلبها المجروح. لما سمعت صوتها هيك بتصدقي كأنه في نار شعلت جواتي، بس بعرف ما رح أقدر إني خليها ترجع تنبسط من جديد. إيشان بيحبها كتير لمولي، والسعادة اللي رح يقدم لها إياها ما بقدر أقدمها أنا. ما فيني خرب حياة مولي كرمال بس حقق أمنية نانديني.
مو معقول. أنت عن جد شخص جبار. أنا فخورة فيك كتير كونان، ومعك حق. بعد كل اللي صار، مولي بتستاهل حياة حلوة وبلا زعل. بس يا ترى هالشي رح يتحقق إذا كفت حياتها مع إيشان ولا معك كونان؟ مولي ليش ما عم بتردي على اتصالاتي؟ فهميني، بدك تقلي لي شو حكيتي انت وامي. ماشي ما تحكي، بس كوني اكيدة اني ما رح اتحرك لحتى تحكي لي كل شي صار. إيشان يعني شو بده يكون صار؟ ما حكينا شي مهم بالمرة. إذا مو صاير شي بيناتكن، فيك تفهميني ليش ما عم تردي على اتصالاتي وكمان ما عم ترجعي تدقي لي؟ إيشان بترجاك صدقني، ما في شي مهم. مولي بعرف ما بدك تحكي، بس ما في داعي تكذبي. ماشي، بسيطة، أنا رح أسأل أمي. إيشان ما رح نتزوج. مين يلي أخذ هالقرار مولي؟ أنا. أنت قررتي مولي؟ نحن الاثنين لازم نقرر. هاد إذا ما اعتبرتيني موجود. مولي لما بيكون في اثنين مرتبطين هن الاثنين بيقرروا يتزوجوا، وكمان مع بعضهم بينهوا، واحد لحاله ما فينه يقرر. إيشان أنا إيشان بترجاك إنه ماشي، على الأقل فيك تخبريني شو السبب؟ بعتذر إيشان. علاقتنا لازم تنتهي. بترجاك حاول تسامحني. إيشان بترجاك خدوا مني. شو انتي جنيتي؟ عم تحكي عن جد؟ رجاء نرجع البسي حتى بالمزح. إياكي مولي تشيلي هالخاتم مرة تانية من إيدك. يلا رجعي البسي بسرعة وقليلي شو حكيت معك. إيشان أمي مولي رجعي البسي. مولي أعمل لك البسي. بترجاكي مولي قليلي شو حكيتك ماما لحتى أخذتي هيك قرار مجنون. مولي أنتي ما فيكي تعملي فيني هيك. عم توجعني. أنتي يلي عم توجعيني. تعرفي شو عم حس؟ تعرفي قلبي قديش عم يتوجع؟ صدقيني إني رح موت. إيشان ماما ما حكت شي، هي بس بدها مصلحتك وهالشي من حقها. لهيك أنا قررت وإنت لازم تحترم هالشي. ولك كيف بدك يقبل بهالشي؟ أنا مستحيل وافق. ولك موتي أهولي من إني يقبل. بعدين هالموضوع بده موافقة ميستي وهي مستحيل توافق. مولي لازم نحن الثلاثة ناخد هيك قرار، مو انتي لحالك. ليش هيك مولي؟ ليش هيك؟
مشان أنا بس ما بتكون سبب بأي خلاف بينك وبين أمك، لايك فهمني بترجاك. مولي أنا اللي بترجاكي، انسي كل كلام أمي شو ما كان، بترجاكي انسي كمان هذا القرار تبعك. إيشان لو سمحت، أنت ليش ما بتفهم علي؟ هالزواج ما رح يصير، نحن ما فينا نكفي سوا. وإذا عن جد بتحبني وما كان كل الحب تبعك بهالسنين كذب، لازم تحترم قراري شو ما كان. مولي لو سمحتي، خذ الخاتم وروح من هون. مستحيل اقبل بهذا الشيء. سمعتي شو قلت لي؟ مستحيل، وانت لازم تتقبلي الموضوع. ما رح اتركك ابدا. الخاتم رح ترجعي تلبسيه، وخاتمي مستحيل يطلع من اصبعي ابدا. ما رح اشلح ولا حتى موت، ورح تكوني مرتي لو شو ما صار. أنا آسفة إيشان، سامحني، بعرف إنك ما بتستاهل، بس أنا ما رح أقدر أتخلى عن عائلتي، وما بدي إياك تترك عائلتك كمان. كان بدي نبني علاقة حلوة بدون ما نضايق حدا. سامحني، أنا آسفة، سامحني. شو ميستي البطلة؟ أخدتك العدة السباحة معك؟ المايو والنظارات؟ وما تنسي المنشفة. أخدتهم كلهم تيتا. برافو يا بطلة. ماما يلا خلينا نروح. يلا يلا تفضلي يا روحي. نسيت شغلة كتير مهمة. روحي جيبيها. أنا رح أفتح. حضرتك الدكتورة مولي؟ نعم. تفضلي هي إليك. شكراً. ها؟ مين بعت هالوردات الحلوين من الصبح يا ترى؟ إيشان؟ حبيبتي انتي كفي رقص وانا رح شوف مين على الباب. اوكي مي هيك، لا تنسي تساوي لي ميلك شيك. لا ما رح انسى. مي هيك؟ ايه انا امو لكونال. اوه اهلا وسهلا، تفضلي تفضلي. شو صار الوقت حتى نروح نعمل ميلك شيك؟ تكرمي. مرحبا باري. مرحبا تيتا. أهلين، كيفك يا روحي؟ أنا منيحة. كنتي عم ترقصي؟ إيه كنت عم أرقص. صراحة أنا وباري كنا عم نتسلى بالرقص.
كونال. أهلين ماما، شو هالمفاجأة الحلوة؟ كل سنة وانت سالم يا ابني. شكراً كتير. كان بدي أعطيك إياها مبارح. شفت باري، شو رأيك نشوف شو هي الهدية؟ خدي افتحية. مهيك امشي روح نعمل ميلك شيك. ماشي، عن إذنكم. باري وميهيك كأنهم دغري اتفقوا، صايرين رفقات. ايه عن جد مزبوط، صايرين رفقات لدرجة انه باري ما عاد اهتمت فيني. تعي ماما نقعد. كونال، الشي اللي عملته ميستي بباري مو صح ابدا، بس انا عيطت عليها كتير وانزعجت. ماما شو عم تحكي انت؟ ميستي مجرد طفلة وانا بتفهم مشاعرها منيح. أنا مبسوطة أنك قدرت تتابع حياتك بشكل حلو عن جد. بس يا كونال، مولي ما قدرت تنسى الماضي وتكفي حياتها أبدا، وهي لساتها عم تتوجع. ما بعرف ليش، ليش لساتني بحبك؟ ليش بخاف على طول وضل أكبت مشاعري مشان أنساك؟ ليش؟ ليش بخاف من حبك كونال؟ إلي ليش كونال؟ ليش لساتني بحبك؟ ماما شو صاير مع مولي؟ هي منيحة؟ هي منيحة بس مو سعيدة ولا مرتاحة. فيني أطلب منك شي كونال؟ لا عاد تجي على البيت. هالموضوع عم يأثر على مولي وميستي كتير، صدقني ابني. ما تفهمني غلط، البيت بيضل بيتك ونحنا منضل عيلتك، بس مولي لازم تنساك، ولهيك ما لازم تشوفك ابدا. وهيك بتنساني؟ ايه، وانت اذا احتجتني باي شيء انا بجي لعندك باي وقت، بس لا تجي على البيت بترجاك. ماشي ماما، من عيوني. طالما ميهيك لسه موجوده هون فهي رح تهتم بباري. انت ما في داعي تاكلي هم، كوني مرتاحه. بوعدك ما عاد اجي لعندكم. خليني ضحي شي مرة كرمال مولي، لأنه هي ضحت كتير مشاني. تعرفي إني خايفة كتير لأني ما بعرف أسبح. لا ما تخافي حبيبتي، ما رح يصير لك شي أبداً. شوفي الأولاد كيف عم يسبحوا وما صار لهم شي. بعدين ما تنسي أنا معك ورح أحميكي عطول. ماما نحن اليوم رح ننبسط كتير. طبعا رح ننبسط كتير. يعني ما رح روح هالمدرسة؟ رح نروح، لكن أنا رح روح بدل تيابي. ماشي. يلا حبيبتي باري، قومي وقفي لأشوف، وروحي اعملي دوش ورجعي بسرعة، لازم نتعلم السباحة وما رح نخاف. أوكي؟ أوكي. يلا حبيبتي، بس انتبهي ما تصحتي. يعني وين ما رحت أنا بدك تلحقيني؟ أنتي ما حلك تفهمي علي؟ أنا ما بحبك أبداً، روحي من وشي فوراً. مين قالك إنه عم ألحقك؟ أنا أجيت لأسبح هون. كذابة، أنا شو ما عملت بصير بدك تقلديني. مو صح. لا صح، أنا عم قلك بدك تروحي من هون. أنتي ليش عم تعملي معي هيك ميستي؟ ماما.
رجعتي بسرعة؟ اسبحي ورجعي بسرعة، بدنا نروح على المدرسة. ماشي حبيبتي، أنا لازم رد. ألو؟ ميسيا، شو رأيك نسبح أنا وياكي؟ قلت لك روحي من هون. فيك تقولي لي انتي ليش متضايقة مني؟ لما اجيت لعندكن على البيت انتي ما رضيتي تلعبي. يلا احكي. تركيني ولا عاد تحكي معي بنوب. انا ما بدي لا احكي معك ولا العب معك ولا اسبح كمان ولا اي شيء. وهلا اذا بتريدي روحي من هون. بترجاكي احكي لي. عمالك تركيني. باري، باري ساعدونا. باري، باري شو صار لك؟ باري، باري ساعدونا بترجاكم. باري، باري حبيبتي تحملي. باري، باري، باري الحمد لله قدرنا نلحقها بالوقت المناسب. شكرا، شكرا كثير لك. باري لحظة، لوين رايحة؟ شو اسمك؟ وينهم أهلك؟ لمين هالبنت يا ناس؟ انت كيف بتعملي هيك؟ مو عيب عليكي؟ يا ترى أهلك هيك علموكي؟ ليش ساكتة وما عم تحكي؟ شو؟ ما هيك؟ شو صاير؟ انتي ليش عم تصرخي هيك على بنتي؟ شو؟ هاي بتكون بنتك؟ مولي، هاي بنتك دفشت باري ووقعتها بالمسبح. شو كان صار لو انها غرقت؟ باري ما بتعرف تسبح. انت شو عم تقولي؟ ميستي بنتي ومستحيل تساوي هيك شيء، بتكوني فهمانه الموضوع غلط. عن جد عم تحكي؟ اللي بعرفه انه اللي بتحبس باري بالحمام وبتقفل عليها ممكن كمان تدفشها قصدا مشان تغرقها. بكفي، انت شو هذا اللي عم تقولي؟ انا متاكده انك فهمانه الموضوع غلط. مين هيك؟ لا ماني فهمانه غلط. بعدين بدل ما تروحي تفهمي بنتك غلطة جاي عم تدافعي عنا؟ كانت البنت راحت بسبب بنت. رجاء بكفي. باري انت منيحة؟ عم يوجعك شي؟ شو صار؟ بابا انا وقعت بالمسبح. كونال، لو صار شي مو منيح لباري مين كان رح يتحمل المسؤولية؟ انت بتعرف انه ميستي مبارح حبست باري بالحمام؟ نحن ما بصير نسكت على هيك شيء لانه ممكن تكون العواقب كتير وخيمه. مي هيك اهدي شوي. ما فيني اهدى كونال. باري بنت اعز رفيقه عندي ماشي، وانا بحبها كتير. انا اسفه مولي، بس أنا متأكدة من كل حرف قلته. وفيكي تسألي بنتك وتتأكدي. شو فيها؟ شو رح تحكي؟ ميهيك ما في داعي. باري ليك منيحة. لا كونال، تعي لهون. مزبوط إنه أنت دفشتي باري؟
ميستي أنا عم أسألك، يلا جاوبيني. أنت دفشتي باري مشان توقع بالمسبح ولا لا؟ جاوبيني ميستي. أنا بس كنت عم بعدها عن طريقي، قامت وقعت بالمسبح بدون قصد. ميستي شلون تعملي هيك شي؟ بلكي صار لشي مو منيح. ومين قال له وين ما رحت تلحقني؟ مولي لو سمحتي سكري هذا الموضوع، تحكوا فيه بالبيت. لا كونال، هالشي كتير خطير. ميستي انت مبارح حبستي باري بالحمام؟ مولي ما في داعي تكبري الموضوع، طفلة وغلطت خلاص، ما صار اي شي تاني. كونال رجاءا ميستي جاوبيني على سؤالي، انت اللي حبستي باري بالحمام ولا لا؟ بكل حياتي ما كنت متخيلة انه بنتي ميستي تعمل هيك شي خطير لهالدرجة. ولطالما انك بتعرف كان المفروض تخبرني فورا. انا عن جد خجلانة منكم، بعتذر كتير. آسفة. مو مشكلة خالتة مولي. ميستي اعتذري من باري، رجاء مولي لا تجبريها. لا كونال، هي غلطته لازم تعتذر فورا. ميستي انت ما عم تسمعيني؟ قلت لك اعتذري منها فورا. ميستي لآخر مرة عم أقول لك اعتذري من البنت وألا رح أعاقبك، اعتذري منها فورا. آسفة. مولي بترجاكي ما تصرخي عليها بالبيت، هي لساتها طفلة و... إيه كونال، لأنها طفلة لازم تفهم خطورة الموضوع. عن جد ما تخيلت بحياتي إنها تعمل هيك شيء. بعتذر مرة تانية، سامحوها. المدام مولي هي اللي أخذت الوردات. شكرا. إيشان أنت أكيد جنيت على الآخر بعد كل شي صار بيناتكم، لسه عم تبعت لها ورد؟ أنا ضليت هون لحتى تتحسن نفسيتك، بس يبدو أنت محابب تطلع من هالحالة. إيشان مولي حابة تقطع علاقتها فيك ومصرة على هالشي، أنت ليش مو حابب تفهم هالموضوع؟ المعنى وين لقيتي؟ لقيته بجاكيتك. ابني ليش ما بدك تفهم انه مولي لساتها متعلقة بماضيها؟ وحتى هي مصرة انه ما تطلع من ماضيها ابدا، واصلا هي ما فيها تطلع ببساطة، لهيك هي ما عاد بدها اياك. وانت عم بتضل راكد وراها مثل المجنون وما عم بتفكر بحالك ولا حتى شوي. خلصنا كبوا لهلا. ماما مولي متعلقة بالماضي؟ ايه بعرف. تعرفي ليش ما قطعت علاقتها بالماضي؟ رح قلك، لأنه بدها تحافظ على عيلتها مو تهدمها. ايه هي بتحب تحافظ على علاقاتها، وأنا احترمت لهذا الشيء. فكري شوي ماما، هي علاقة سببت لها كتير من الوجع ما عم تقدر تنساها، فهي أكيد بعمرها ما رح تقدر تنساني. لهيك متأكد رح يجي يوم وترجع فيه مولي لعندي وتكون خلصت من هذا الماضي.
أنا رح ضل ناطر هاليوم ماما، لما مولي ترجع لي ونكفي حياتنا رح ضل ناطرها ولآخر يوم بعمري. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.